عن السوشيال ميديا، هنقدم تقرير سريع جدا نشوفه مع حضراتكم ونرجع نبتدي حلقتنا. والتقرير النهارده عن قصه حب جمعت بين اتنين من عشاق الفن، وبالتحديد فن الرسم على الخزف، وهما الدكتور عبد الحميد والدكتوره مي. حلو الحب لما يكون كده بيجمع بين اتنين في الحياه والموهبه والاهتمام وكل حاجه. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نبدا مع حضراتكم فقرات حلقتنا على طول. خزاف بحكم دراستي وعملت سويت الماجستير والدكتوراه بتاعتي وبشتغل خزاف. بعد ما ارتبطت بالدكتوره مي كان دايما الناس بتسالنا يعني طب جربتوش مره ان انتوا تشتغلوا مع بعض؟ وكان دايما الفكره دي عندنا لغايه ما جينا مصر هنا، احنا كنا مسافرين وعملنا الاتيلي الصغير ده. انا برسم من جوايا جدا يعني، انا ما بقلدش حد. انا بقول لاي فنان ولاي حد بيبدا خليك شبه نفسك، ما تقلدش حد. خزف بيتطلب افكار كتير وسريعه. بطلع هنا بستخدم فرش عادي زي يعني اللي بتتجاب من المكتبه، ما فيش اي حاجه غريبه. برسم بالاكاسيل وبالميه يعني، ما هياش حاجه، انما هي قصه ان هو بيجف بسرعه، فبيعوز بقى مني ان انا ابقى مركزه انا عايزه ايه. لو حاجات صغيره مثلا ممكن انا اصنع اعمل طينه وعندي دولاب وبحرقها وباخد المراحل كلها يعني. من بعد الفخار دي شغلتنا بقى. هو حميد بقى بيسيطر على العمليه دي، هو شغلته انه يجهز الطبق يحوله للون اللي انا عايزاه. دلوقتي بدا ناس تطلب مني طلبات انا لسه يعني لسه ما اشتغلتش فيها، بس انا ممكن ارسم يعني حد، لو حد قاعد قصادي ممكن ارسمه على طبق. لو افكار بقى ورد سما كده لا، من وحي خيال. اجمل تعليق اتقال لي من واحده اجنبيه كانت بتشتري طبق صغير يعني، قالت لي ان هو ده اجمل يعني. بقول لها انت تقدري تحطيه في المايكرويف؟ فقالت لي يعني I wouldn't dare. انا ما اجرؤش ان انا احطه في المايكرويف، it's too pretty for that. ممكن نطور هذه الصناعه وتبقى مصدر دخل، مصدر دخل ومثلا اماكن سياحيه بصوره يبقى مزار سياحي زي قريه تونس. يا ريت يهتموا بالمعارض للصناعات التقليديه بصوره كبيره جدا، يطوروها يخلوها شهريه.